في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي وتتراجع التوقعات بشأن معدلات النمو، اعتمدت الدولة المصرية مسارات متعددة ومتوازية للتعامل مع تلك الضغوط واحتواء تداعياتها والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي. في هذا الإطار، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا يسلط فيه الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بمواصلة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مؤشراته لأعوام قادمة رغم خفض التوقعات بمعدلات نمو أغلب اقتصاد العالم. أشار هذا التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر واحدا من أعلى معدلات النمو عالميا لعام 2022 ليسجل 6.6%، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022-2023 مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023. لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد باغا، أستاذ الإدارة واقتصاديات التمويل والاستثمار. دكتور محمد، بعد التحية، كيف ترى توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، وماذا تعكس تلك التوقعات في ظل انخفاض توقعات نمو معظم وأقوى اقتصادات العالم؟ ولا مساء الخير يا فندم. طبعا تقرير صندوق النقد الدولي بخصوص توقعاته تجاه الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، هو طبعا في توقعات تشاؤمية بالنسبة للاقتصاد العالمي، انه في تراجع لمعدلات النمو يمكن بدأت منذ عام الجائحة وانتهت الى اقل مستوياته يمكن منذ عام 2001. احنا النهاردة بنتكلم على تقريبا معدل نمو 2.7%، وده راجع طبعا ل طبعا تراجع معدلات النمو في اقتصاديات العالم الكبرى زي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والصين، وطبعا تباطؤ الانتاج العالمي وخاصة في الصين طبعا بيبقى له مردود قوي جدا على اقتصاديات العالم بشكل كلي. بالنسبة للوضع المصري، الحمد لله احنا في حدود آمنة ومطمئنة. احنا حققنا حوالي 6.6%، وعلى الرغم طبعا من التحديات الكبيرة، منها طبعا كورونا والتعافي منها ودخولا على الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أنه الاقتصاد المصري الحقيقة بفضل الإصلاحات الاقتصادية اللي تمت كان هناك في مرونة أكبر، وكان هناك في تسارع في معدلات نمو القطاعات المختلفة، وأضيفت قطاعات جديدة بتعمل أيضا على تسريع وتيرة النمو في هذا الاقتصاد. فبالتالي توقعاتنا احنا بنتكلم حوالي 4.5%، على الرغم من أنه تدافع النمو العالمي وصل إلى أقل مستوى ليه تقريبا 2.7%. طبعا ده كان قادم من خلال الدفع المتزايد للتشغيل والتطوير في قطاعات الدولة المختلفة. احنا بنتكلم على قطاعات أبلت بلاء حسنا الفترة الماضية، منها مثلا قطاع السياحة، منها قطاع الطاقة، منها قطاع الصناعات التحويلية. اهتمام الدولة المصرية بالرقمنة والتحول الرقمي كان ليه دور كبير جدا في انه معدلات النمو تحدث بشكل سريع، وايضا تركيز الدوله في الفتره المقبله على اضافه قطاعات اخرى. يمكن احنا بنستغل المؤتمر المناخ اللي هيعقد ان شاء الله خلال الشهر القادم في انه هتكون في صناعات ايضا تضاف لقطاع الطاقه، واللي هيبقى لها صدى ومردود واسع جدا على اقتصادياتنا بشكل عام. يعني هو يعني توقعات مطمئنة حتى للمواطن المصري. طب في رأيك دكتور محمد، ما هي أبرز العوامل التي ساهمت في صمود وصلابة الاقتصاد المصري أمام الأزمة الاقتصادية العالمية ومن قبلها جائحة كورونا كما ذكرت؟ هو طبعا عملية الإصلاح الاقتصادي اللي تبنتها الدولة المصرية منذ عام 2015، والقرارات الجريئة اللي تم اتخاذها في 3 نوفمبر 2016 كانت عامل مهم جدا إن احنا بنقدر نفتح متنفسات للاقتصاد المصري، ونجحنا بفضل طبعا إرادة المصريين وتحمل الشعب المصري لهذه الفاتورة البائظة، وأيضا إن احنا عندنا منظومة الإرادة الخاصة بالدولة ككل إن احنا بنكمل هذا البرنامج، ووصلنا إلى مرحلة الإصلاح الهيكلي. يمكن مرحلة الإصلاح الهيكلي اللي فيها بيكون في انعكاسات مباشرة على الوضع العام بالنسبة لنا، يعني تحسين البنية التشريعية، تحسين البنية التحتية، تحسين البنية الأساسية بشكل عام في الدولة،
الاهتمام بالمرافق والقطاعات المختلفة في الدولة، التشجيع على التصنيع وإقامة المناطق الاستثمارية والصناعية والزراعية، كل دي طبعا عوامل أدت في النهاية إن احنا بنصمد حينما قامت الدولة المصرية بعملية الإصلاح وقدرت إن هي توفر مبالغ مالية تقدر تستفيد بيها، إن احنا عبرنا بيها أزمة كورونا، إن احنا قدرنا إن احنا نصمد أمام الأزمة الروسية الأوكرانية وهي أقصى ما يمكن علينا من أزمة كورونا. فبالتالي كان هناك الحقيقة يعني مجموعة استشرافية من العوامل اللي الحقيقة أدت بينا في النهاية إن احنا نقدر نواجه ونقدر نصمد في حين إنه هناك اقتصاديات كبيرة جدا على مستوى العالم الحقيقة يعني بتهتز يمكن الثقة فيها وحصل في نوع من الاختلال. احنا بنطمن المواطن المصري كاقتصاديين على الوضع العام بالنسبة لنا، وان شاء الله يعني مستقبل الاقتصاد المصري ان شاء الله يكون مستقبل واعد ومزدهر. طبعا لا انسى برضو ان احنا نضيف نقطة مهمة جدا، ان معدلات الاستهلاك الكبيرة اللي موجودة في مصر كانت دافع قوي لان النمو يفضل ثابت عند هذه المستويات، ولكن ايضا احنا بنتكلم عن انه لابد ان يكون هذا النمو مدفوعا بالتصنيع ومدفوعا ايضا بالتصدير ومدفوعا بانه يكون هناك طلب على المنتج المصري بكافه القطاعات المختلفه، وده طبعا الضمانه الحقيقيه للنمو المستدام اللي احنا كلنا بنسعى اليه. نعم، دكتور محمد باغا استاذ الاداره واقتصاديات التمويل والاستثمار كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.